بس سافرت النمسا صح كده؟ وهم ساعتها كان كلموا دكتور محمد ابو احمد ابو اصل انا مش هسيبك غير لما تقول التفاصيل، انا بحب التفاصيل يعني. احنا كان يعني هم الوزير اللي عامل فوق كلم قدامي دكتور ابو عبله في ساعتها، قال له حماية طلع عنده صليبي كذا كذا كذا، يكلم دكتور فينك اللي هو ده عادي ده صح؟ لا عادي ده ده فكلمه اللي عمل اكرم توفيق عمل لأكرم والكريم وعمل فؤاد. كريم فؤاد وعمل مصطفى شوبير، كان لسه عامل مصطفى شوبير قبلها بفترة الغضروف طب ده يعني. تخصص، ده تخصص يعني رباط صليبي لا اهلي. انا عايز اقول لك على حاجه، النادي ما شاء الله يعني، في انا عايز اقول لك حاجه، في راجل بركه في النمسا اسمه عم حجازي، ده لازم نعمل له سبونسر الصراحه. الراجل ده اهلاوي بطريقه مش طبيعيه والله العظيم، اكبر اهلاوي انا شفته في حياتي. الراجل ده هو بيتواصل مع دكتور ابو عبله، بيتواصل مع مجلس الاداره، وهو يعني هو حلقة الوسيط ما بينه المواصلة؟ وما بين الدكتور. لا لا والله يا هيما اقسم بالله، وصلت النمسا لقيته داخل جايبني من جوه الطياره عم حجازي بيعدي، اسمه عم حجازي وقاعد بيتفرج عليه. ده جميل أوي. انا قلت له يعني مستحيل. وهو يعني اكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير، ما سابكوش كنا بقى يوم في الغربة، التكريم بقى هو اللي كنا بيوصلكوا بالظبط، ويتعامل كنا معاه. يوم التكريم اللي هو اول امبارح في النادي، انا لقيت كريم فؤاد بيكلمني بيقول لي عم حجازي وصل مصر، احنا هنشوفه لازم نعمل امتى. معاه حاجة. والله لا سبحان الله يعني، ربنا برضو احنا فعلا خلانا ما فيش واحد فينا احتاج حاجه، ده جمال بيجي ده. ياخدك من المطار يفضل قاعد معاك في المستشفى، احتجت اكل احتجت اي حاجه الراجل موجود. هو ده اللي يقول لك عليه انا بحب الاهلي ومش عايز حاجه، هو مش عايز حاجه، هو بيحب لا الاهلي بس لدرجه خلاص. ان الاهلي كان بقى ماتش كوره، اللحظه الوحيده اللي سابني فيها سابني في المستشفى راح البيت اتفرج على ماتش. في ماتش بقى احنا بنحب الاهلي، احنا متفقين على كده، والله. اركن على جنب دلوقتي هيجي لك بعد الماتش. فلا حتى النادي كان بيتواصل معاه، هم بيطمنوا، طلعوا معايا دكتور محمد ابراهيم كان معايا برضو في العمليه. دي مش حاجه سهله ان هم ان برضو تصريح السفر والسفاره، وبعد الاصابه باسبوع خلصوا كل ده. خلصوا لي كل حاجه بالاتفاق مع سفاره النمسا، طب كويس قوي. والامور كلها مشيت الصراحه ما تاخروش عليا في اي حاجه. عرفت برضو ان الكابتن ما سابكش، كابتن محمود الخطيب ما سابكش. والله لا انا يوم ما عملت العمليه اول تليفون جالي كان كابتن خالد العوضي بيقول لي كابتن يعني فوق علشان كابتن محمود عايز يكلمك، وفعلا بعديها بساعتين انا ما كنتش فايق برضو لسه، بس كلمني يعني ورديت عليه وكان طمن عليا زوم، برضو. كلمك زوم كمان. لا لا كلمني مكالمة فيس تايم عادي. فيس تايم.